خلي بالك اتفضل يعني برضو اتفضل مهمة جدا اتفضل. ان الفترة دي كان هناك او مش هقول انحياز لفريق، ولكن ان الناس كلها واقفة ضد النادي الاهلي. لا هذا غير صحيح، بس انا بس اكمل الجملة دي. اتفضل. مهندس هنا بريدة تتفرج عليه مع الكاف، تتفرج عليه الاتحاد الدولي، تضرب مليون تعظيم سلام. بس ده ما كانش موجود في الاتحاد المصري خالص، انه مهندس كان عايز، المهندس هنا كان عايز يسلم الاتحاد لشخص ما كانش ينفع على الاطلاق طبعا. يعني على الاقل في وجودي طبعا، وكان في وجود قامات كبيره محترمه داخل الاتحاد، وده ما كانش ينفع ابدا لو السما انطبقت فوق الارض يعني. وكل ما ناخد قرارات بالليل تتغير، وكل ما نتكلم تتغير. ده لا لا ده جنني طبعا يعني، ما كانش ينفع ابدا. فبدات اللي هو تزداد يعني يعني بدات اللي هو تزداد بشكل للعمل يعني. لكن انك تقول انه في ناس ضد النادي الاهلي، هي القصه مش كده. القصه في وجهات نظر، في واحد بيحبك واحد بيكرهك، في واحد عنده قناعات واحد ما عندوش قناعات، فهي دي القصه. بس انا الحقيقه وانا كنت فير جدا مع الجميع، ولازم الناس تعرف ده. طب يا كابتن معلش اتفضل. خليني